السلام عليكم، كنشكر الاذاعه ديال نيوز ويسلا على الاستضافه. كنبغي نعاود لكم الواقع اللي وقعت نهار الاحد ما بين 11 ونص و 12. الواقع اللي وقعت كنا في الدار ناسين ما بينا ما علينا، شنو معنا شي صداع. خرجنا لقينا السيد والجيران، لقيناه كيهجموا عليه كيضربوه قدام باب. حنا ما بينا ما علينا خرجنا نفكو، فاش خرجنا نفكو تمايا السيد كيضربوه تقريبا ما بين أربعة أشخاص، ثلاثة منهم شادينو وواحد واقف عليه. واقف عليه تما، ما حنا ما بينا ما علينا خرجنا كنفكو، ما عرفنا شنو الواقع شنو بيناتهم. خرجنا كنفكو هما يهجموا علينا حتى حنايا، هذاك الوقيته اللي هجموا علينا حتى حنايا خرجنا حنايا خارجين ما عارفين شنو كاين، خارجين كندافعوا على راسنا. تما فاش كنفكو هما يهجموا علينا، اولا جروا الوليد هجموا عليه ضربوا الراس ديالو، الاب ديالي الاصابه عنده في الراس ديالو، وانا تقريبا عندي اصابه في مستوى الظهر. حنا هذوك الوقيته كنفكو كيضربوا بالسيوف، ما عرفناش الضرب من كيجي. كانوا يهجموا علينا في هذيك الوقيته اللي ما توقعناهاش حنايا، والجيران ما عرفش كيفاش القوه الضرب اللي كيضربوا دخل عندنا للدار. حنا ما متقانش هذوك الوقيته، خرجنا ما علمناش، خرجنا كنفكو دخلوا علينا حتى للدار، هجموا علينا ما عرفناش هذوك الوقيته شنو نديروا. هما دخلوا علينا حتى للدار بقوا كيهجموا علينا بالسيوفه وبالجناوب تقريبا اربع اشخاص. شنو الرساله ديال القضاء؟ الرساله اللي كنطلبها للقضاء هي ياخذ الحق ديالنا، وهذا راه مجرم خصهم يتعاقبوا ضروري. سمعوا لكم الدرك الملكي؟ سمعوا لنا الدرك الملكي، عطينا المحضر ديالنا، كنا تقريبا بينا تقريبا 8 اشخاص ولا 9، عطينا المحضر ديالنا كامل البارح. واحد باقي في الطبيب، راه باقي في الخطر، دابا مرحله الخطر. صحتكم سعيدة، مرحبا. هادشي اللي درتو أجركم عند الله تعالى. أسيدي هاد الناس هادو هجموا علينا ما بين 11 ونص، هجموا علينا وأنايا ما فراسي ما نعاود. وصلت الحويجات ديالي وتجبدت من الحال ديالي، تكلت مع الناس كيضربوا. خرجت كنفك السيد، هافني في ديك البلاصه راه فيا. فاش فكيتو هما جوج كيخبطوا فيه، واحد بالحديده وواحد بالسيف وواحد واقف عليهم. ملي هضرت انايا قال لي سير دخل سوق راسك، قلت له ما غندخلش سوق راسي انا، هاد السيد هذا غيموت، اللهم جاري، اللهم لا غيموت هو تانا نموت انا. ولكن هاد الناس هادو راهم عصبيين، ما عندوش ما كيحسبوش الدوله راه فيها المخزن ديال سيدنا الله ينصرو. هاد الناس راهم ما كيعترفوش بالسلطه راه كاينه، خاصكم توقفوا معنا بالسلطه، رجال الدرك يكونوا في المدينه في المسكن ديال دخيصه. هاد الناس الا ما كان لهمش المسكن ديال دخيصه فيه السلطه، راه هاد الناس تعدوا القانون. ودابا الله ينصر سيدنا، وقفوا معنا، هادشي راه صعيب.